فقط وليد، يعني هناك كلام كثير يقال هنا وهناك حول وجود يعني بعض المشاكل، لكن ما لاحظناه شخصيا. يعني هناك انسجام كبير بين الاتحادية، بين الطاقم الفني، وحتى بين اللاعبين وكل أسرة المنتخب. نعم، بطبيعة الحال. شوف، نقول لك أنا لا أريد الكلام مع خارج النطاق الرياضي، لكن نقول باللي فيه مجموعة قاعدة تستغل في انهزام المنتخب الوطني لتصفية حساباتها، وهذه المجموعة تريد أن تضرب الرئيس ولا تضرب أي شخص آخر. لكن نقول لهم أنا لست أنا هنا اليوم فوز الجزائر وليس فوز الرئيس. المشكلة أنه هذو الناس قاعدين يديروا في الفوضى ويخلقوا في البلبلة، والحمد لله دائما الجزائر واقفة برجالها، ودائما الجزائر دائما منتصرة، الحمد لله. بارك الله فيك. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.